بسم الله بسم الله الله يا رب الله أكبر فما رميت الله أكبر. بين القصير وحلب محاولات للنظام لتشبيه معركة بمفهومه انتهت بمعركة تأتي صورها كل ساعة بإنجازات للثوار منذ اندلاعها. احتراب طائرة بما فيها من الزخائر. بين المدينتين واقع جبهة أراده النظام أن ينسحب بعد القصير على حلب، فاختلفت تضاريس المنطقة والموقع. هنا في جغرافيا شمال سوريا اختلفت معطيات المواجهة حتى تنافرت أسماؤها وأزمانها. للنظام هي معركة جديدة بمسمى عاصفة الشمال وعند أعوانه من الميليشيات الشيعية بمسمى نصرة الحسين في نبل والزهراء، وفي نقيضها هي معركة مستمرة للثوار معلنة منذ شهور تحت مسمى حسم حلب أو تحرير أبوابها. الله أكبر. هو حال المواجهات الدائرة أخيرا في حلب، معركة أعلنها النظام لاستعادة السيطرة بداية على الريف الشمالي تمهيدا لاستعادة كامل المحافظة بحسب إعلانه. النظام ركز في هجمته على تضخيم حملته إعلاميا مستفيدا من أحداث القصير ومن معنويات الميليشيات الشيعية الموالية له التي أطلق يدها في ميدان القصير وعاد لتعبئتها تحت شعارات طائفية باتجاه حلب، مستعينا بوجود بلدتين شيعيتين وهما نبل والزهراء وسط مناطق خاضعة للثوار مساحاتها في اتساع مستمر. سنرفع راية الحسين في منخ ونقاتل تحت راية الحسين. وشتان ما بين الساحتين، ففي القصير موقعة واحدة ضيقة النطاق واجه الثوار فيها حربا شكلها عناصر النظام من بين أيديكم ومن خلفكم ميليشيات حسن نصر الله، فكانت خيارات الثوار مغلقة بين تقبل الموت أو الانسحاب في ظل الحصار وقلة الذخيرة وتدني نوعية سلاحهم. أما في حلب ساحة بصبغة الثوار هم فيها المهاجمون لا المدافعون، من خلفهم مناطق مفتوحة على تركيا كلها خاضعة لهم، ومواجهاتهم مع النظام في نطاق أوسع بكثير يشتمل على عشرات الجبهات، وهذا يفتح الاحتمالات بين الكر والفر ويجعل من معظمها جبهات تخاض دون مواجهات مباشرة حتى مشارف انتهائها، ما يمكن الثوار من استخدام أسلحة نوعية على تواضع أعدادها في مواجهة مدرعات النظام ومروحياته. الاستعدادات العسكرية في أقصى مراحلها، القوات بدأت بالتجمع، غرفة العمليات جاهزة. النظام ووسائل إعلام موالية له وأخرى عالمية يحاولون ولا يزالون أن يقاربوا المعركة في حلب إلى القصير، حتى درجة مطابقتهما كسبا لانتصار على المستوى النفسي يسهم في تحقيق تقدم لهم على الميدان ولو بشكل مؤقت، بهدف الاستفادة منه لتعزيز حظوظه في المواجهات السياسية مع المعارضة التي قد يظلها مؤتمر جنيف ذو المعية الأمريكية الروسية. هذه الصور هي للمعطيات الأخيرة في حلب، عمليتان نوعيتان للثوار قاموا بهما مؤخرا تظهر قدرتين عاليتين على التنسيق والتخطيط، إذ وقعتا متزامنتين وبالأدوات ذاتها في نقطتين متقابلتين من الريف، استهدفتا تجمعات لعناصر النظام أسقطتا هيبته في مطار منغ أقصى الشمال وعلى حاجزه الرئيسي جنوب حلب. وقمنا حتى اليوم بتحرير منطقة الراشدين ورد الرتل الأسدي. تكبير الله أكبر. وصور هبوط هيبة النظام في حلب كثيرة في الساعات الأخيرة وتأتي من كافة أصقاع المحافظة. قد لا تحسم جبهات حلب قريبا، وهنا تتعدد وجهات نظر المراقبين في ظل وصول أسلحة جديدة للثوار والحديث عن مناطق عازلة، وأيضا في ظل تأجيج الصراع طائفيا من قبل النظام ومحاولة تصديره. إلا أن تحليلات عسكرية تتفق على أن النظام قسم معركة حلب إلى جبهات بما يمكنه من التركيز إعلاميا على جبهة دون أخرى، وهذا بحسب النتائج على الأرض، فمعركة استعادة السيطرة على كامل المحافظة هو ما يستحيل على النظام باتفاق عسكريين على الأقل ضمن المعطيات الأخيرة. اتفاق آخر تجمع عليه أحداث تزيد على 800 يوم أنه ورغم خلاف المدينتين حلب والقصير في المواجهة ومعطياتها، إلا أنهما في السدة ذاتها بالحديث عن سوريا الثورة ومكوناتها. اللهم عليك ببشار وأعوان. يا الله. اللهم عليك ببشار وأعوان. يا الله. اللهم شتت شملهم. يا الله. وفرق جبعهم. يا الله.